السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في حديث سابق المزابنة والنهي عنها وأنها حرام، وهي مأخوذة من الزبن وهو الدفع، ويراد بها بيع الرطب على رؤوس النخل بقدره كيلا من تمر على الأرض. والسبب في ذلك عدم التساوي، لأنه لا يمكن التساوي بين رطب وبين جاف. ولذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قالوا: نعم. قال: فلا إذن. هذا الأصل في بيع الرطب اليابس لا يجوز لعدم تحقق التساوي. قد يحتاج المرء إلى تمر رطب يأكله مع الناس وليس لديهم ثمن يدفعه، عنده تمر باقي من تمر العام الماضي ويريد أن يشتري بهذا التمر تمر رطب يأكله مع الناس. الأصل في هذا المنع. جاءت الرخصة في العرايا، العرايا والعرية استثنيت من المزابنة فعريت عن حكم نظائرها، عريت عن حكم نظائرها، فيجوز لهذا المحتاج أن يشتري رطبا على رؤوس النخل بمقداره كيلا من تمر جاف ولو لم تتحقق المساواة، وهذا مستثنى من الحكم السابق. ولا يقول قائل: لماذا لم يوجه هذا المحتاج إلى أن يبيع اليابس ويشتري الرطب كما وجه في الحديث السابق: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. لماذا لم يقل له: بع هذا اليابس بالدراهم الجاف بالدراهم واشتر بالدراهم رطبا؟ لماذا لم يقل له هكذا؟ لأن الأول متفكه عنده رطب يبيعه برطب، وأما الثاني فهو يريد الرطب يأكل مع الناس وعنده جاف، لو باعه بالدراهم لخسر خسارة كبيرة، لا سيما إذا جاء التمر الجديد في مقارنته بالتمر القديم، لا شك أنه سوف يتضرر، علما بأن المعول على النص، النص هو الذي أباح مثل هذه الصورة ومنع تلك الصورة. رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، هذا وجه من أوجه تسمية العرية بهذا الاسم، وأنها ملاحظة لحال المحتاج، لملاحظة حال هذا المحتاج أن يشتري التمر الرطب الجاف على أن يتحد الكيل بالخرص والمكيال ما على رؤوس النخل يخرص فيقدر ب100 صاع 200 صاع 300 صاع على الخلاف في ذلك،
الذي سيأتي إن شاء الله بقدره من اليابس من الجاف. من أهل العلم من يفسر العرية بملاحظة حال صاحب الرطب، كان العرب يحنو بعضهم على بعض ويراعي بعضهم مصلحة بعض ويشفق بعضهم على بعض، فكانوا إذا وجد عندهم الرطب يأتون إلى الفقير فيقول له: ثمرة هذه النخلة أو هذه النخلات لك، كله أنت وأولادك على التدريج، بإمكانك أن تأتي وتخرف من هذا النخل ما يكفيك ويكفي ولدك على ألا تتعدى هذا النخل المحدد. ثم يتضرر صاحب البستان، يتضرر صاحب البستان بكثرة دخول هذا عليه من أجل الخراف، فيقول له: بعني هذا التمر الذي على رؤوس النخل بهذا التمر الذي على وجه الأرض. هذا تفسير لبعض أهل العلم، والحكم واحد، كله مزابنة، سواء قلنا إن الملاحظ فيها مصلحة المحتاج أو مصلحة صاحب النخل. بعض الناس يكون عنده بستان كبير ثم يشفق على جاره أو قريبه المحتاج فيقول: هذه النخلات لك، خمسة أوسق فما دون. ثم يتضرر صاحب البستان بكثرة ما يدخل هذا، لأن بعض الناس يكون فيه شيء من اللؤم، هذا يحسن عليه ثم هذا الذي أحسن إليه قد لا يتحين الأوقات المناسبة للخراف، قد لا يتحين الوقت المناسب. شوف الوقت لا يكون فيه هذا صاحب البستان هو وأولاده منتشرون في المزرعة، بعض الناس لا يحسن، فيتضرر صاحب البستان ويقول لهذا الفقير المحتاج: خلاص بع عليه هذا التمر الذي على رؤوس النخل من النخل الذي على وجه الأرض، ما جذوذ جاهل. رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، أن يبيعها بخرصها، يعني من التمر الجاف، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وهذه الرواية تؤيد التفسير الأول للعرية، لمسلم بخرصها، رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، أو هذه للشك، شك من الراوي، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أوسق أو قال دون خمسة أوسق أو قال دون خمسة أوسق؟ هذا الشك يثير شبهة في الخمسة، فهل يجوز للمحتاج ولصاحب البستان أن يتعامل بهذا المقدار الخمسة كاملة، أو لا يجوز له أو إلا فيما دون؟ قصد أن الخمسة مشكوك فيها، والمجزوم به ما دون الخمسة. فمن أهل العلم أن يقول يجوز في الخمسة، ويطرح الشك اللي هو ما دون الخمسة. ومنهم من يقول المجزوم به ما دون الخمسة، فلا يجوز أن يبلغ بالقدر الذي يتفق عليه في العراية إلى الخمسة، وهذا هو الأحوط. خمسة الأوسق، الوسق ستون صاعا، والخمسة الأوسق كم تكون؟ ثلاثمائة صاع. المسألة مفترضة في شخص
محتاج، شخص محتاج وتلاحظ حاجته في هذا ويخرج عن الأصل الذي هو المنع دفعا لحاجته، فهل دفع الحاجة يكون بهذا القدر؟ 300 صاع، 300 صاع ايش معنى؟ هل معنى هذا ان اهل هذا البيت يحتاجون كل يوم صاع من التمر؟ الحاجة الآن 300 صاع، والذي قررها وحددها الشرع. وإذا كانت حاجته أقل من 300 صاع يجوز له أن يتعامل بهذا النوع في 300 كاملة، أو يقتصر على قدر الحاجة، لأنها على خلاف الأصل للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. أو نقول إن أو هنا للتقسيم وليست للشك، وحينئذ بعض المحتاجين يحتاج إلى 300 صاع، وبعض المحتاجين يحتاج إلى دون 5 أوسق، دون 300 صاع، وحينئذ تكون الحاجة بقدرها. فالذي لا يحتاج رجل وزوجته في بيت، وهم محتاجون إلى أن يأكلوا رطب مع الناس، مثل هؤلاء يمكن يكفيهم وسق واحد طول السنة، يكفيهم وسق واحد، هل يجوز لهؤلاء أن يأخذوا 5 أوسق؟ نقول هذا مقيد بالحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. لو افترضنا أن هذا المحتاج عنده 4 بيوت، كل بيت مملوء، عنده 4 زوجات، وكل زوجة عندها 10 أولاد، وهؤلاء بحاجة إلى 10 أوسق، ما يكفيهم 5 أوسق، نقول الشرع حدد الجواز بال5 أوسق فما دون. هل لمثل هذا المحتاج أن يتعامل بالعرية مع شخص ب5 أوسق ومع آخر ب5 أوسق أخرى، أو ليس له ذلك؟ مسألة قيدت بالحاجة، ما قيدت بالحاجة؟ قلنا أنه إذا كانت حاجته تندفع بوسق واحد يجوز له أن يأخذ أكثر أو لا يجوز، لأن خلاف الأصل لا يجوز. لكن إذا كانت حاجته لا تندفع إلا ب10 أوسق، مثل ما قلنا 4 بيوت كل بيت فيه 10 أشخاص، لا يجوز له أن يتعامل مع شخص واحد بهذه الصورة. لكن لو قال أنا أتعامل مع هذا بالقدر المحدد شرعا، وأذهب إلى آخر وأتعامل معه بالقدر المحدد شرعا، وحينئذ لا تنتهي الحاجة، قد يتعامل مع ثالث ورابع ويتحايل على تحليل ما حرم الله من بيع المزابنة، وعلى هذا يمنع من الزيادة على 5 أوسق مهما كانت حاجته، مهما كانت حاجته. والحاجة كما ذكرنا تقدر بقدرها، لأن هذا جاء على خلاف الأصل، لأن الأصل المنع في مثل هذا البيع، فأبيحت هذه الصورة للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. نظير ذلك من أذن له في الأكل من الميتة، هذا مضطر، إن لم يأكل من هذه الميتة يموت، أذن له أن يأكل من الميتة للضرورة، هل يجوز له أن يشبع باعتبار أنه أذن له أن يأكل، أو يأكل بقدر ما يقيم صلبه ويدفع به هذه الضرورة، يأكل بقدر حاجته، يأكل بقدر حاجته. ولذا لو غلب على ظنه أنه لا يجد شيئا في طريقه يشبع ولا ما يشبع؟ أو نقول احمل معك ما يدفع عنك هذه الضرورة إن احتجت إليه، إذا غلب على ظنه أنه لا يجد، وحينئذ يقال له لا تشبع، لأن هذا إنما أبيح للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت أو أبرت بالتشديد والتخفيف، والمراد بذلك معنى التأبير هو التلقيح، يؤخذ شيء من طلع الذكر من النخل ويوضع بين ما تنتجه الأنثى، هذا هو التأبير. من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، باع نخل إلا أن يشترط المبتاع. النخل يطلق على إيش؟ على الجذع. نعم. والعسب والجريد وغيرها. وهل تدخل في الإطلاق الثمرة أو لا تدخل؟ هل يدخل في إطلاق النخل الثمرة أو لا يدخل؟ يعني لو قدر أن هذا الحديث ما هو موجود، هذا الحديث ما هو موجود، نفترض أنه موجود هذا الحديث، فعند زيد من الناس نخلة مشتملة على الجذع كامل والعسب والطلع أيضا والتمر، هل يحتاج أن يقول أنا أشتري النخلة بثمرتها، أو يكفي أن يقول أشتري النخلة ويثبت تبعها كل ما حولها، كل ما يطلق عليه الاسم، أو نقول النخلة شيء والثمرة شيء آخر؟ نعم. الثمرة موجودة، هذه نخلة، التمر يتدلى منها موجود، فقلت لزيد من الناس بعني هذه النخلة، يحتاج أن تقول بعني هذه النخلة بتمرها أو لا يحتاج؟ النماء، نماء السلع ينقسم إلى متصل ومنفصل، متصل ومنفصل. أنت إذا اشتريت شاة في جوفها حمل، وعلى ظهرها صوف، وفي ثديها لبن، يحتاج أن تقول بأن هذه الشاة بصوفها ولبنها وحملها؟ يحتاج. أو تقول بأن هذه الشاة باعتبار أن هذه الأمور كلها متصلة بها، لا يلزم من ذلك ذكر هذه الأمور واشتراطها معه، إنما المتصل. لكن إذا قلت، إذا رأيت مع زيد من الشاة ومعها ولد يمشي، نعم، مع رخلة تمشي معه، هل يحتاج أن تقول بأن هذه الشاة وهذه الرخلة ولا ما يحتاج؟ هذا منفصل، لا بد أن تذكر. التمر في حكم المنفصل ولا المتصل؟ نعم نعم، متصل ولا منفصل؟ هو وإن كان متصل حقيقة، إلا أن الحديث يدل على أنه بعد التأبير في حكم المنفصل وقبل التأبير في حكم المتصل، ظاهر ولا مو ظاهر؟
الحديث: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يشترط المشتري بيعني هذه النخلة على أن تكون هي وثمرتها، أنا أريد أن أشتري هذه النخلة بطلعها بثمرتها، إذا اشترط لا بأس، المسلمون على شروطهم. لكن إذا لم يشترط فبعد التأبير الطلع للبائع، لأنه هو الذي تعب عليه، وقبل التأبير الطلع ليش؟ لمن؟ للمشتري. وهي من جهة تشبه المنفصل، ومن جهة أخرى فيها شوب اتصال. نأتي إلى الشاهد في المثال السابق، الشعر والظفر عند أهل العلم، الشعر والظفر هل هما متصلان أو منفصلان؟ ها، قاعدة، قاعدة ذكرها ابن رجب وغيره في القواعد، الشعر والظفر، نعم، متصل ولا منفصل؟ وسيأتي ذلك أو الإشارة إلى ذلك في حكم بيع الميتة في الحديث الذي يليه. جمع غفير من أهل العلم يقول: الشعر والظفر في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. عندما يقول بنقض الطهارة بمس المرأة، إذا مس شعرها ولا ظفرها ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض؟ إذا مسها بشعرها أو بظفره ينتقض ولا ما؟ يقول حكم المنفصل. لماذا؟ لأنه لا تحل الحياة ولا يحس به، فهو منفصل حكما. وإن كان في باب الأيمان والنذور يحنث إذا مسه، إذا حلف أن لا يمس شاة فوضع يده على ظهرها، قلنا حنثك عليك الكفارة. قال: يا أخي أنتم تقولون الشعر في حكم المنفصل، مش معنى أنه ما ينقض الوضوء وهنا تقولون حنث؟ يقول يحنث. لماذا؟ نعم، الأيمان والنذور مبناها على الأعراف، وفي العرف إذا مس وضع يده على ظهر الشاة وإن كانت موضوعة على الشعر يكون مسها عرفا، وحينئذ يحنث إلا أن يشترط المبتاع. هذا اشترط الثمرة فهي له ولو أبرها البائع. ولمسلم، وهذا الحديث في الحقيقة متفق عليه، هو مخرج في البخاري أيضا، لماذا المصنف عزاه لمسلم فقط؟ لأنه بحث عنه في كتاب البيوع، في كتاب البيوع فلم يجده في البخاري، وحينئذ حكم عليه أنه ليس في البخاري. كثير من أهل العلم يحكمون على أحاديث معزوة للبخاري أن هذا وهم ولا يوجد في البخاري، لأن البخاري له ملاحظ دقيقة قد يجعل الحديث في غير مظنته لأمر خفي دقيق لحظه لم يحظه غيره. هذا من فقهه رحمه الله. فالإمام رحمة الله عليه، كثير من أهل العلم يقول حديث ضباعة بنت الزبير في الاستثناء في الحج لم يخرجه البخاري، والواقع أن البخاري خرجه. لماذا؟ قالت: إني أريد الحج وأجدني شاكية. قال: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. بعض العلماء قال ما خرجه البخاري، هو في البخاري. لماذا؟ لأنه وجد بحث عنه في كتاب الحج، في الإحصار، في الفوات، في ما في شيء. من يتصور أن البخاري يضع هذا الحديث في كتاب النكاح؟ من يتصور؟
أن البخاري يضع هذا الحديث في كتاب النكاح لمعنى دقيق جدا. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. من يتصور أن البخاري بيخرج هذا الحديث في كتاب الوصايا؟ وهكذا. فعلى طالب العلم أن لا يجزم بنفي الحديث من خلال بحث في موضوعه، فإن البخاري له ملاحظ دقيقة تخفى على كثير من أهل العلم فضلا عن المتعلمين. ولذا الحافظ عبد الغني من أنه من كبار الحفاظ عزاه لمسلم، وهو موجود في البخاري، والله المستعان. من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. العبد له مال، العبد له مال، يملك العبد؟ لا يملك. العبد لا يملك، وإن قال مالك أنه يملك بالتمليك. على كل حال، على قول مالك، إذا ملكه العبد فماله تبع، ماله للذي باعه لسيده إلا أن يشترط المبتاع. يقول: اشتريت هذا العبد وما لديه من مال. على قول من يرى هم الأكثر أن العبد لا يملك بالتمليك، كيف يكون له مال؟ أدواته الخاصة به: ثوبه، شماغه، حذاؤه، نظارته، قلمه، هذه أمواله تنسب إليه باعتبار أنه هو الذي يباشرها. وهذه الأموال تكون تبعا له في البيع، أو تكون لسيده الذي باعه إلى أن يشترطها المبتاع. نعم، مقتضى الحديث أنها للسيد للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يقبضه بكيله أو وزنه. الاستيفاء يكون بالكيل والوزن، ولذا جاء باللفظ الآخر وفي لفظ حتى يقبضه، وهذا أعم من أن يكون مكيلا أو موزونا. فالقبض أعم من الاستيفاء بالكيل والوزن. وما زال الأمر في الطعام: من ابتاع طعاما. وعن ابن عباس مثله: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه في لفظ لمسلم حتى يقبض، وفي آخر حتى يكتاله. وعلى هذا لا يجوز بيع الطعام بحال حتى يقبض وحتى يستوفى. إن بيع بالكيل يستوفى بالكيل، إن بيع جزاف يستوفى بإيش؟ جزاف، ولا لابد أن يكال؟ من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي. عرفنا أن الاستيفاء يكون بالكيل والوزن. هذه سيارة وقفت في سوق التمر مثلا، وعلى ظهرها 1000 صندوق من التمر. نقول: فرغ هذه الصناديق في المكاييل أو الموازين، أو يكفي أن تباع جزاف؟ تباع بالصندوق هكذا. متى نحتاج إلى أن نستوفيها بالكيل؟ الآن بيع التمر جزاف يجوز ولا ما يجوز؟ صبر التمر، كوم التمر، تباع ولا ما تباع؟ بغير كيل يمكن أن تباع جزاف؟ يمكن إذا بيعت بغير جنسها، إذا بيعت بغير جنسها. لكن إذا بيعت بتمر لا بد من الكيل. إذا بيعت بالدراهم تباع جزاف، ومثل هذا التمر الذي مثلنا به على ظهر السيارة يباع بالصندوق. وحينئذ لا يجوز أن يبيعه المشتري حتى يقبضه. وجاء ما هو أعم من ذلك: نهى
أن تباع السلع، نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. منهم من قال السلع مطلقة والطعام مقيد، والقبض والحيازة خاص بالتمر بالطعام، إلا أن ابن عباس يرى أن هذا يعمل به وذاك يعمل به، وحينئذ يكون من باب العموم والخصوص. السلع لفظ عام والطعام لفظ خاص، والتنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص. وعلى هذا لا بد من القبض في السلع كلها، ولذا يقول ابن عباس وما أرى بقية السلع إلا كذلك، يعني مثل الطعام لا بد أن تقبض، لا بد أن تستوفى، واستيفاء كل شيء بحسبه. نهى أن تبتاع السلع، أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والسلع وإن كان عاما إلا أنه يراد به الخصوص. هل هو مخصوص بالطعام؟ يخص بالطعام ولا لا؟ يعني عندنا السلع لفظ عام، الطعام خاص، يخص الخاص بهذا العام بهذا الخاص الطعام، أو نقول الحكم حكم العام والخاص فلا يقتضي التخصيص. ولذا قال ابن عباس وما أرى بقية السلع إلا كذلك، مثل هذه الصورة لا يقتضي التخصيص، لكنه مع ذلك هو عام أريد به الخصوص حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. اشتريت أرض، كيف تحوزها إلى رحلك؟ يمكن تحوز الأرض إلى رحلك؟ ما يمكن. اشتريت ألوف الأطنان من البضائع الثقيلة الكبيرة، كيف تحوزها إلى رحلك؟ ما لا يمكن حيازته إلى الرحل يقبض بالتخلية، يخلى بينك وبينه. وحينئذ يقول جم من أهل العلم أو جمهور أهل العلم أن قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. على كل حال لا يجوز أنك تتصرف في السلع حتى تقبضها، إن كانت طعاما فلا بد من حيازتها، وإن كانت غير طعام فالأمر فيها أخف لوجود الخلاف، لكن إذا أمكن نقلها فهو الأصل، وإن لم يمكن فبالتخلية. السلعة طعام، والمثال الذي ذكرناه شخص جاء بسيارة على ظهرها مئات الصناديق من التمر، وحرج عليها في سوق التمر، باع كم الصندوق؟ 15 20 30 نصيبك. هذا الذي اشترى يريد أن يبيع، هل نقول يلزمك أن تحوز هذا التمر إلى رحلك ثم تبيعه متى شئت، أو نقول يكون حكم السلع الأخرى أقبضه بمثل ما تقبض غيرهم من السلع، أو نقول هذا طعام لا بد أن تستوفيه وأن تحوزه إلى رحلك ثم بعد ذلك تأتي به لتبيعه. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، في لفظ حتى يقبضه. هذه الألفاظ تدل على أنه لا يلزم أن ينقله من مكانه، بل يقبضه القبض المعتبر ويستوفيه بالكيل والوزن على ما تقدم. لكن نهى أن تبتاع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم يقتضي أنه لا بد من نقلها، وحينئذ تخرج هذا التمر من السوق، ثم إذا أردت أن تجلبه يوم آخر وهذا هو الأحوط. لكن هل الناس يفعلون هذا؟ في أحد يفعل هذا؟ إذا اشترى سيارة على ظهرها مئات الصناديق من التمر وهو يريد بيعه، لا يريد كنز هذا التمر وأكله وادخاره، لا يريد البيع، كثير من يبيعه، اشتراه الصندوق ب20 يحرج عليها ويقطع الصندوق ب30 وهم مكانه،
لا شك أن الورع أن يحوزه إلى رحله ثم يجلبه مرة أخرى، وهذا أبعد عن الشبهة. من زوائد الكبرى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. ولا شك أن هذا أبرك، إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، يعني إذا بعت فاستعمل المكيال، لأنه أبرأ للذمة. وإذا ابتعت إذا اشتريت فاكتل. والحديث معلق في البخاري بصيغة التمريض، ويذكر عن عثمان، ومقتضى الرمز خاء أنه في البخاري أصل من الأصول، لأن علامة التعليق غير علامة تخريج الأصول. رمز التعليق إيش؟ خاء تاء خط. بهذا نعرف أن البخاري خرجه معلقا، وهنا قال خاء، ففي هذا إيهام أن البخاري خرجه في الأصول. إذا بعت فكل، هذا أمر بالكيل، وإذا ابتعت فاكتل، أيضا أمر بالاكتيال. وأقل الأحوال الاستحباب، أقل الأحوال، وإن كان الأصل الوجوب في الأمر. عائشة رضي الله عنها كان عندها شعير تأكل منه، طالت مدة هذا الشعير فكالته ففني. يقول: إذا بعت فكل وإذا بعت فاكتل، هذا أحوط لا شك وأبرأ للذمة بيعا وشراء. نعم، وجمع من أهل العلم يقول أبرك أيضا، يبارك له إذا امتثل هذا الأمر. نعم، عائشة لما كالت الشعير فني، وقبل اكتياله تأكل منه مدة طويلة، هو شيء يسير، كان مبارك، ولما كالته فني، ذهبت عنه البركة. ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ السلعة قبل تمام ملكها إنما تملك بالكيل والاستيفاء الدقيق، إبراءً للذمة. فإذا ملكت، هذا الشعير 100 صاع، ابتعته واكتل، هات الصاع وكله واحدا بعد الآخر حتى تتم 100، لا شك أن هذا أبرأ للذمة. فإذا اشتريته وتم ملكك عليه وديته البيت، سواء كان شعير، حنطة، تمر، حينئذ لا تكله، لئلا تنزع منه البركة. لماذا؟ للمسألة الكيل، كل يوم تدخل للمستودع زاد نقص، نعم تعدد، ما شاء الله هذا بقي 1، 2، 3، 4، ليش نقص هذا، ليش زاد هذا بالمستودع. مثل هذا يدل على عدم الثقة بالله عز وجل، أنت واثق بما عندك من التموين على ما يقول الناس، ليش زاد واحد، ليش نقص واحد، اتركه، فإذا انتهى قالوا انتهى وهات غيره. لا تكن دقيقا في مثل هذه الأمور ليبارك لك في ذلك. وبعض الناس إذا دخل البيت أول ما ينحر المستودع، ليش زاد هذا، ليش نقص هذا، يعاقب بنزع البركة. ومن فوض أمره إلى الله واعتمد عليه واتكل عليه وترك الأمور كما هي تمشي بالبركة على ما يقول الناس،
يبارك له فيه، ومتى ما فني متى ما انتهى يقال هات. ومن هذه الحيثية الدقة في الحسابات أيضا دليل على شيء من عدم الثقة بالله عز وجل. قد يقول قائل إن بعض الناس يحسبون بدقة ميزانية، الراتب كذا يخرج منه كذا لكذا وكذا وكذا، وعلى مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد الميزانيات، وبعض الناس يأتي بالراتب ويرميه بالصندوق وكل يوم يسحب منه ما يحتاج ويبارك له فيه، ودليل على أنه واثق بالله مطمئن بما عنده. لماذا؟ لأن هذه الدنيا ليست مقصد، هي دار ممر ليست دار مقر، لكي تحسب وتتعب نفسك وتفني عمرك فيما لا ينفع، زاد نقص انتهى فني. ليش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين، ثم قال إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا. من فضلك اقلب الشريط. إلا دينارا أرصده لدين، ثم قال إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا، ينفقهم بين يديه من خلفه عن يمينه وعن شماله. هذا الأصل. ما الله كم بقي بالراتب وكم انتهى من الراتب، كل يوم من يحاسب وكل يوم يحاسب. هذا دليل على عدم الثقة بالله عز وجل. ولذا لما كالت عائشة رضي الله عنها الشعير فني، والذي يترك أموره ويصرف وينفق على نفسه وعلى من تحت يده مع التوسط والاعتدال غير إسراف ولا تقتير، تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ليس معنى هذا أن الإنسان يبذر ويصير عالة على الناس يتكففهم، لا، وليس معنى هذا أن يكون جماعا للمال مناعا له، لا، لا بد أن يتوسط في أموره ويضع في حسابه ونصب عينيه أن الدنيا ليست غاية، إنما هي ممر، ومتاعها الذي لا يوصله ويبلغه إلى مرضات الله عز وجل هذا لا ينفع، هذا وبال عليه. والغنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض. كم من شخص مرتبه يسير وهو مبسوط ومرتاح غني النفس، وكم من غني عنده الأموال الطائلة الملايين ومع ذلك هو في حكم الفقراء لما جبل عليه من الشح والهلع والبخل، نسأل الله العافية. فهذا الفقراء أحسن حالا منه، والله المستعان. نعم، هذه جابر تأذن تفضل. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس. فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أذابوه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة في السنة الثامنة من الهجرة
إن الله ورسوله حرم بالإفراد، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، في هذا تأدب من النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه عز وجل. إن الله ورسوله حرم، ما قال حرما لئلا يضم ضميره إلى ضمير الله عز وجل. وجاء الإنكار من النبي عليه الصلاة والسلام على الخطيب الذي قال ومن يعصهما فقد غوى، فقال بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. لئلا يتوهم متوهم أن مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام تساوي أو تداني مرتبة الله عز وجل، فمن خطر على باله ذلك لا يجوز له بحال أن يثني الضمير في مثل هذه الصورة. جاءت التثنية أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إن الله ورسوله ينهيانكم في حديث أبي إيش عن لحوم الحمر الأهلية. جاءت التثنية، فمن أهل العلم من يقول أن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يثني وليس لغيره أن يفعل ذلك، ومنهم من يقول أن حديث النهي حديث الاستدراك على الخطيب منسوخ بفعله عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال من الأدب أن لا يجمع بين ضمير الله عز وجل وضمير رسوله عليه الصلاة والسلام. كثيرا ما نرى هذا قد يوجد في المساجد فوق المحراب دائرة مكتوب فيها الله وهنا محمد. حكم هذا العمل المحظور هنا في التثنية قد يرد في مثل ذاك، لأنه وضع اسم الرسول عليه الصلاة والسلام بجانب اسم الجلالة وعلى حد سواء، يعني لو وضع الدائرة فيها لفظ الجلالة وتحتها محمد ينتفي المحظور لما ينتفي. إذا وضعتا متقابلتين يعني هذه في متساويتين من كل وجه، قد يقول قائل إن هذا يشم منه التسوية، وقد يقال لا سيما إذا لم يرد على خاطر من فعل ذلك هذه التسوية. لماذا لا يجوز مثل هذا العمل؟ وقد جاء في تفسير قوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر حتى تذكر معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فمن هذه الحيثية لا مانع أن يذكر مثل هذا، وأنه لا يذكر الله إلا يذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله هو الذي رفع ذكره. لكن إذا شككنا أو كنا في بلد أو مجتمع قد يخطر على بال أحد من أولئك أن التسوية ينبغي أن يمنع سدا للذريعة، أحيانا يكتب
لكنهم لا يجعلونه في صف واحد، لا يجعل في صف واحد، احيانا يكتب في بعض الدوائر لا سيما العسكريه الله فوق ثم تحتها من هنا الملك ثم الوطن، هذا ما في مساواه. المحظور لو جعلت في صف واحد، نعم، مع انه من وجهه نظري ينبغي ان لا يكتب مثل هذا بالكليه. وليس فيه مساواه لكنه ينبغي ان لا يكتب مثل هذا. ان الله ورسوله حرم بيع الخمر، يعني لما فيه من الاسكار، قد حرم شربه، والله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي حكم الخمر كل ما يزيل العقل ويغطيه مما هو مثله في الاسكار او فوقه، فلا يجوز بيعه لا لمسلم ولا لكافر، كما أنه لا يجوز تخليله والتحايل على أكل ثمنه بالتخليل. حرم بيع الخمر والميتة لأنها نجسة، والميتة هنا من العام الذي يراد به الخصوص، فما أبيح أكله من الميتة يجوز بيعه إلا ما يجوز؟ يجوز بيع السمك الميت إلا ما يجوز؟ نعم، كيف يجوز بيعه إلا ما يجوز؟ كيف المقصود أنه إذا جاز أكله هو ميتة لا يدخل في التحريم، لا يدخل في التحريم. يجوز بيع الجراد وهو ميت، والسمك حوت وهو ميت، لأنه يجوز أكله وهو ميت. والخنزير، الخنزير محرم، يقول هذا جيب ذهبي يرجى منه أن يخرجه لأنه مقفل على أحد الأخوة. الخنزير محرم إجماعا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهو مجمع على تحريمه، على تحريم أكله، وتبعا لذلك يحرم ثمنه فلا يجوز بيعه حينئذ. والأصنام التي هي سبب ضلال الإنسان في القديم والحديث، فبيع الأصنام محرم اتفاقا إذا بيعت على هيئتها مع بقاء اسمها. لكن لو قدر أن هذه الأصنام أو الصلبان من ذهب وأذيبت وصارت ذهب خام، يستفاد منها ولا يستفاد؟ نعم يستفاد منه، لأنها في الأصل طاهرة، والمنع منها إنما هو لأمر طارئ وهو عبادتها من دون الله عز وجل. ما دام المنع منها لأمر طارئ وزال هذا المانع فإنه حينئذ يجوز بيعها، سواء زال بنفسه بأن وقعت وتحطمت أو احترقت وذابت أو أزاله الآدمي، بخلاف الخمر فإنه لا يجوز بيعها ولا يجوز التحايل على بيعها بتخليلها. أما إذا تخللت بنفسها فإنه حينئذ لا مانع من بيعها خلا. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ الميتة، الميتة بجميع ما تحويه من جلد ولحم وعظم وكرش ولبن وأنفحة وما أشبه ذلك، يستثنى من ذلك الجلد إذا دبغ،
أيما إهاب دبغ فقد طهر، يستثنى من ذلك الشعر والظفر لأنه في حكم المنفصل. الحنفية وبه يقول شيخ الإسلام يقول العظم لا تحله الحياة، فإذا لا يدخل في مسمى الميتة فيجوز بيعه. الإنفحة كذلك، اللبن كذلك، يجوز بيع لبن الميتة لأنه مما لا تحله الحياة، حينئذ يجوز بيعه. مثل الشعر، مثل الظفر، والجمهور على تحريم بيع جميع ما حواه الجلد مع استثناء ما استثني من جلد الميتة. هل انتفعتم بإهابها؟ قلنا ميتة. قالنا ميتة. قال دباغ الأديم طهوره، في رواية زكاة الأديم دباغه. أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما، هذا من صيغ العموم المغرقة في التعميم، فالدباغ مطهر للجلد أيا كان نوعه وأصله، يدخل في ذلك جلد المأكول وغير المأكول، كله يطهر بالدباغ لعموم أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى النظر في جلود السباع والنهي عن استعمالها مع طهارتها، يبقى النهي عن استعمالها. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، يعني استفاد منها في غير الأكل والشرب. الشحوم، شحوم الميتة نجسة، لكن تستعمل في الاستصباح، تدهن بها الجلود، تطلى بها السفن. تطلى بها السفن من أجل إيش؟ نعم نعم، السفن من خشب، فيطلى بها السفن لئلا تشرب الماء، لأن الدهن ينبو عنه الماء، ينبو عنه الماء، فلا يشرب الخشب الماء. يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، تلين الجلود إذا كانت يابسة طليت بالدهون لانت. ويستصبح بها الناس، يعني قبل الكهرباء كانت المصابيح تضاء بالشحوم، بالشحوم. قال عليه الصلاة والسلام لا، هو حرام، لا هو حرام، لا هو حرام. الآن الوقف على لا، حكمه نعم نعم لازم. لماذا؟ لأن الوصل يحيل المعنى، يحيل المعنى. ليس في القرآن وقف لازم، لماذا؟ لأن الوصل يحيل المعنى. فلا يحزنك قولهم إيش؟ إن العزة لله جميعا، لأنك لو وصلت صارت العزة، إن العزة لله جميعا مقول القول، وهذا لا يحزنه بحال. فلا بد من الوقف اللازم هنا. وهل نحن بحاجة إلى أن نأتي بالواو؟ إذا قلت لشخص تفضل فقال لا أغناك الله، يحتاج أن تقول لا وأغناك الله، أو تقف وقف لازم على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة ويكفي؟ في البلاغة يلزمون بالواو هذه، نعم، لكن نصوص الوحيين ليس فيها هذه الواو. لا وسلمك الله، لا وأغناك الله، تقول هكذا، عندهم يلزمون بهذه الواو، لكن النصوص فلا يحزنك قولهم قف، إن العزة لله جميعا. قال لا هو حرام، لأنك إن وصلت كأنك جعلت لا نافية، إذن ليس هو حرام، فانقلب المعنى، ينقلب المعنى. إمام
مسجد في إحدى المناطق يقرأ ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، هذا يحل المعنى ولا ما يحل المعنى؟ نعم، يعني بعد أن تكون اللام مؤكدة لحصول الفعل جعلها نافية، هذا جهل مطبق، هذا مثل هذا لا يجوز أن يجعل إمام. نعود إلى ما عندنا، لا هو حرام، الضمير يعود على إيش؟ على البيع ولا على الانتفاع؟ نعم، على البيع ولا على الانتفاع؟ يجوز أن تنتفع بالدهن المتنجس أو النجس ولا يجوز أن تبيعه، إذا قلنا أنه يعود على البيع ويجوز الانتفاع، وإذا قلنا أنه لا يجوز الانتفاع ومن باب أولى لا يجوز البيع. وإذا قلنا يجوز الانتفاع ولا يجوز البيع قلنا إنه اختل شرط من شروط البيع، أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة، تكون مثل بيع الكلب وغيره، نجس العين لكن الحاجة قائمة على استعماله، والدهن النجس الحاجة قائمة، الشحم النجس هذا الحاجة قائمة إلى دهن الجلود واستصباح الناس به. وعلى كل حال هما قولان، والأكثر على أنه يجوز الانتفاع دون البيع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، المقاتلة هنا معناها اللعن، لعن الله اليهود، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، يعني أذابوه، أذاب الشحم، حرموا الشحوم، جملوه ثم باعوه، أذابوه ثم باعوه تحايلا على ارتكاب هذا المحرم بهذه الحيلة، وهذه عادتهم وديدنهم، ولذا جاء النهي عن مشابهتهم، لا تصنعوا مثل ما فعلت اليهود، ولا تفعلوا ما فعلت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. وهنا جاءوا إلى الشحم فأذابوه، حرم علينا الشحم وهذا ليس بشحم، ولو قدر أنه ثاب من شحم احنا ما أكلناه، أيضا بعناه وأكلنا ثمنه، ما أكلنا الشحم، أكلنا الثمن، والله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم باعوه فأكلوا ثمنه، متفق عليه. انتهى الوقت خلاص. قاتل الله اليهود، عرفنا أن معنى قاتل لعن، المقاتلة هنا بمعنى اللعن. جاء عن بعض الشراح في حديث المرور بين يدي المصلي إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن أبى فليقاتله، وفي رواية فإن معه القريب. قال بعضهم يقاتله بالسب والشتم، لأن المقاتلة تطلق ويراد بها اللعن، إذا أراد أن يمر دفعه ما أراد، على كلام هيش ماذا يصنع؟ نعم، يلعنه بالصلاة، فليقاتلهم بالسب والشتم على ما جاء في الحديث. قاتل الله اليهود يعني لعنهم، فليقاتله يعني يلعنه هو بالصلاة، وكأنه فر من لفظ المقاتلة. كيف؟ هل عنده سلاح ليقاتله؟ شو معنى يقاتله؟ معناه يدفعه بما هو أشد من الدفع الأول حتى ينتهي، وليس معنى هذا أنه مجهز المسدس مخباته وممر. نعم، لا ليس هذا،
ليس هذا ولا ذاك، ليس معناه أنه يقتله، وليس معناه أنه يسبه ويشتمه ويلعنه، لا، إنما يدفعه دفعا أشد، ويطلق على المقاتل المدافعة الشديدة، يطلق عليها مقاتلة، يطلق عليها المقاتلة. والله المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة يا أخوان ما أدري كيف نصنع بها، كثيرة جدا، الأسئلة كثيرة جدا. يقول يقترح هذا وماسح، يقترح وماسح الاقتراح، لكن يقترح أن نجاب على الأسئلة الخاصة بالدرس، ويمكن التنبيه على الأخوة. يعني يقصد الأسئلة الخاصة بموضوع البيوع وما يمر بنا من مسائل يجاب عليهم، وعد ذلك يترك. على كل حال بعض الأسئلة وإن كانت خارج الدرس ولا وبعيدة عن الدرس، لأنها لها من الأهمية ما يجعلها تستحق التقديم على غيرها، ولأنها أسئلة كثيرة جدا يعني تحتاج إلى وقت طويل. والله المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.